بإجماع من نوابه، البرلمان الموريتاني يصادق على اتفاقيتين دوليتين تعودان إلى أواسط السبعينيات من القرن الماضي. سبق لإحداهما أن صدق عليها من طرف 23 دولة، فيما صادقت على الثانية 45 دولة. وقد أوفدت الحكومة لتقديم الاتفاقيتين أمام البرلمان وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة. صادق على الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وترقية تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين، والثاني بالمصادقة على الاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق المعايير الدولية للعمل. ويؤكد نواب في الأغلبية على أهمية الاتفاقيتين في ضمان حقوق المهاجرين قسرا والعمالة الأجنبية وأسرها. 90 مليون نسمة من العمال في شكل يشتغل في بلد ما هو بلده، إذا المعادلة الآلية إياك أن تحمي مصالحه، لأن حد ما هو بلده دائما ما يحتاج إلى الحماية. هذه اتفاقية دولية ووافق عليها البرلمان الموريتاني، اتفاقيات الثنتين الدوليات في صدد حماية العامل وصرته، إياك أنه يستفيد من ذلك اللي استفادوا به المواطنين كاملين في بلدهم. ويأخذ معارضون على الحكومة تأخرها في تقديم الاتفاقيتين إلى البرلمان رغم مضي أكثر من 4 عقود عليهما، متهمين إياها بعدم الجدية فيما يفيد المواطن. هي بان المشاريع أو الاتفاقيات الدولية الثنتين اللي موقعات 75 و76، الملاحظة الوحيدة عليهم هي بان موريتاني دائما في الجانب اللي ما هي مهتمة بالعمل، ولا العمال ولا المهاجرين ولا غيرهم، ولا هي مهتمة بالرجال التنظيم، اللي شيء من 76 عاتر زايد على 40 سنة كينو اليوم صدق عليه، والله حاول انه يصدق عليه. واستغل عدد من النواب الجلسة التي صدق فيها على الاتفاقيتين لانتقاد واقع التشغيل وتفشي البطالة وإثارة قضايا ذات صلة بقطاع الوزير على غرار حمالة الميناء الذين اتهمت الحكومة بالإخلال بالاتفاق معهم، فيما أكد الوزير على أن مهمة البرلمان هي التشريع وأن وجهة المتضررين من تنفيذ الحكومة هي القضاء وليس البرلمان، مؤكدا أن الحكومة اتخذت اللازم في القضية وأن المتبقي يتعلق برب العمل. وعد القانون يضمن للعمال حقوقهم